للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ عز الدين إبراهيم. أستاذ عز الدين، بداية مرحبا بك. حركتا حماس والجهاد أعلنتا مقاطعتهما اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ما مصير المصالحة الفلسطينية؟ يعني كان يفترض أن تشكل يعني هذه المحطة، محطة اجتماع المجلس المركزي، محطة داعمة ومعززة لمشوار المصالحة الفلسطينية، لكن للأسف حركة فتح بإصرارها على عقد هذه الجلسة في المجلس الفلسطيني في هذه الظروف وفي هذه الشروط التي وضعتها مسبقا للأسف تبعدنا أكثر عن المصالحة الفلسطينية. اتفاقات المصالحة المتعاقبة شكلت أو أفرز عنها أو نتج عنها شيء اسمه الإطار القيادي الموحد للفلسطينية. هذا الإطار للأسف لم يفعل حتى الآن، لم يجتمع، كان هو المفترض أن يجتمع، هو الذي يقرر أو يحدد آلية الرد على قرارات ترامب الأخيرة، لكن السلطة الفلسطينية وحركة فتح للأسف أصرت على أن يكون الاجتماع عن طريق المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله تحت الاحتلال، وهذا كما أسلفت هو يعني خطوة تباعدنا كثيرا عن مشوار المصالحة الفلسطينية. يعني حسام بدران أرجع، وهو القيادي في حماس، أرجع قرارها مقاطعة اجتماع إلى أن الظروف لن تمكن من القيام بمراجعة سياسية شاملة، يعني ما هو الوقت المناسب في حين الأزمات تتفاقم؟ يعني هو الموضوع ليس متعلق فقط بالوقت، يعني هناك يعني رسالة إسماعيل هنية رئيس الوكالة السياسية لحماس لسليم الزعنون رئيس المجلس المركزي للمنظمة وحتى بيان حماس في الموضوع تحدث عن جملة من العوامل بالإضافة لما تحدث فيها السياسي الإسلامي. الموضوع لا يتعلق فقط بالتوقيت، بل يتعلق بالآلية وبإصرار حركة على عقد هذا المجلس في هذه الآلية وفي هذا الشكل. كان من المفترض يعني بعد أكثر من شهر على قرار الرئيس ترامب بشأن القدس أن تتخذ الفلسطينية قرارات عملية وفعلية ترتقي لمستوى التحدي الذي عبر عنه بقرار ترامب. للأسف منذ أكثر من شهر لم نرى أو لم نلمس أي قرار أو خطوة عملية للسلطة الفلسطينية الحديثة بهذا الاتجاه، والمتوقع أيضا للأسف من هذا الاجتماع أن لا يرتقي أيضا لمستوى تطلعات وتضحيات الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية. فبالتالي الموضوع لا يتعلق فقط بالتوقيت، بل يتعلق بالآلية. الشعب الفلسطيني كان يتوقع أن يجتمع الإطار الموحد، القيادة الموحد للفصائل الفلسطينية ليعبر بشكل صريح عن هذا الرد. السلطة الفلسطينية عندما أصرت على أن يعقد هذا الاجتماع في رام الله وليس في بيروت أو في القاهرة كما تم الاقتراح سابقا، للأسف هي تريد أن يبقى القرار تحت حراب الاحتلال، وبالتالي لا نتوقع كثيرا من هذا الاجتماع. أستاذ عز الدين، هناك من يرى أن المقاومة لا تسعى للمصالحة ولا تسعى لتسوية الأزمة، وذلك لأن لديها قضية مركزية، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ يعني لا يجب أن نتحدث عن موضوع المصالحة وكأنه هو يعني طرفها المقاومة الفلسطينية. المصالحة طرفيها حركة حماس وحركة فتح. حركة حماس خلال الفترة الماضية قدمت جميع ما عليها من التزامات بشهادة الفصائل الفلسطينية الأخرى وبشهادة حتى الوسيط المصري، لكن الطرف الآخر حركة فتح لم تقدم شيئا، وبالتالي الطرف الذي يجب أن يسأل عن مصير المصالحة هي حركة فتح وليست حماس وليست الفصائل الفلسطينية الأخرى. فبالتالي يعني من لا يريد المصالحة، من لا يريد أن ينفذ شيء مما تم التوافق عليه سواء في القاهرة أو في غيرها من محطات المصالحة الأخرى هي حركة فتح. نعم المصالحة الفلسطينية هو ملف مهم، لكن هنالك أيضا ملف القدس وهو أيضا ملف مهم جدا، لا نستطيع أن نفصل بين الملفين فكله ملف واحد، لكن المواقف المعلنة طيب. ولكن هناك اشتراطات اشترطتها حماس للخروج بقرارات ترقى إلى مستوى اللحظة التاريخية من وجهة نظرها، ما هذه القرارات؟ أيضا المقاومة مستعدة لمواجهة محتملة مع الكيان الصهيوني، هل لذلك لهذه القرارات علاقة بهذا الأمر؟ هي ليست اشتراطات حركة حماس لوحدها، هي اشتراطات أو طالبات من حماس والجهات وكل فصائل المقاومة الحية. نحن نتوقع من السلطة الفلسطينية أو من مجلس المركز المنظمة التحرير على الأقل أن يعلن رسميا عن انتهاء عملية السلام، يعلن نهائيا اعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، أن يعلن رسميا عن وقف التنسيق الأمني والاحتلال،
هذه الامور اذا تم الاعلان عنها حقيقه، انا باعتقادي ان الفصائل الفلسطينيه المقدمه من حماس والجهاد ستبارك هذا الاجتماع، بل وستدعمه وستؤيده، وهذا ما جاء ايضا في كلام حسام بدران قياده حماس. من اسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين ابراهيم، شكرا لك.